وفهد الحين اكثر الحلال الاغنام. نعم. انتم توسمونه؟ لا والله احنا ما احنا بناس. طيب الان لو مثل واحد الحين مثل ما عنده رعيه وطلع على البر ومن جت رعيه ثانيه اختلطت معه، شلون بيعرف حلاله؟ والله يا ابن الحلال شوف، بعض الناس بعضهم يعرف حلاله من كثر ما يمارس الهوايه ومن كثر التربيه ومن البطه عنده. ايه. ويعرف والحلال سبحان الله العظيم اذا طلع بعضه لحق بعضه بعض. ايه. يعرف بعض سبحان الله العظيم هو من نفسه سبحان الله. لكن انا شو اكثر الحلال الحين اظلام ما بوسم. ايه. نادر تلقى اللي بوسم. اللي يسمونهم يا اخوي حقين المجاني اكثر ما يسمون حق المجاني والضحايا الارقام يرقمونه. اي نعم. والمجاني اللي ورخوك يزنون منها اللي ينتجون منها هذه يحطون عليها مو هو بوسم. ايه. ترقيم يرقمونه ترقيم. ترقيم. نعم ترقيم يرقمونه. اي نعم. الله الله. لكن وش اللي يفرق الان بين التعليف اللي هو البرسيم والشعير واللي يحطون مثل مكعبات، وش يفرق باللحم؟ وش يفرق؟ يفرق واجد. وش اللي يفرق ابو فهد؟ اول شيء شوف اللي يحط شعير ويرعى. اي نعم. لحمته تختلف هذا ما في كلام. هذا اللي يرعى. اللي يرعى الغنم اللي يطلع يرعى لان إيه؟ ياكل من كل شجره. اي نعم. اما اللي حاجرهن ياكل مكعب وياكل تمر هذا يختلف اختلاف. إيه نعم. اللحم. واضح الاختلاف بين جدا. يعني اختلاف بالشكل بالكبر ياثر على الاشياء هذه. يختلف اللون احيانا اكثر ما يختلف لون اللحم. لون اللحم. نعم اكثر ما يختلف لون اللحم. اي نعم. لون اللحم يختلف. الله يوفقك ابو فهد يعطيك العافيه. دائما تبدعنا بالسوق ابو فهد، دائما تخدم الناس بمعلوماتك القيمه. الله يجزاك. طبعا ابو فهد معروف مربي حلال ما شاء الله عليه وبالبذنا ويرحب ودائما يسعدنا الحقيقه بكلامه الجميل اللي يسعد الحقيقه المشاهدين. يعطيك العافيه. نشكركم على استقبالكم هذا ونشكركم على 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 رحة صدوركم ما شاء الله. الله يوفقك. الله بالعكس احنا نشكر اهل الحلال كلهم اللي حقيقه امين يتعاونون معنا ويعطونا حقيقه معلومات عن حلالهم نخدمهم ونخدم المشاهد. لكم حق انتم ما يحتاج. الله لكم حق والله. الله يعطيك العافيه ابو شكرا. وشفار. قدر ما شاء الله تيوس وشفار. يسام من شنطه عمرك؟ 800. الله يبارك في زودك ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله. هذولي ما شاء الله نعيمي. خرفان ورخاب جذعان يسامن 1030. الله يبارك له ويزود له ان شاء الله. الله يوفقنا وياهم ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله هذول سيمن 650. اربع اجفار وتيسين. يسامن 650 الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الله. الله بين حليبتك ورحي. هذا الميزة ما شاء الله سامي 600 يقول الرجال بين حليب والحري طعم رك حري ما سيمن الله يبارك لك ويزود لك ان شاء الله يفتحها عليك ان شاء الله. هذا العنز بحليب الرجال سامي 440 الله يزود له ويبارك له ان شاء الله. ما شاء الله ان شاء الله. هذه خرفان نعيمي سامن على 1050 الرجال يقول حول الجذعان ما شاء الله تبارك الله. الله يفقه ويرزقه. هذا ما شاء الله تشوف سمعنا جفار سامن 770 الله يبارك له. كم عددهم طال عمرك؟ 20. كم اعمارهم تقريبا؟ تقريبا الرجال اعمارهم 23.5 وعددهم 20 الله يبارك له ويزود له ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذا تشوف كله سامن 660 الله يبارك له يرزقه ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقكم تستاهلون. هذه خرفان نعيمي كله جذعان يسامن 1220 الله يبارك له يرزقه ما شاء الله تبارك الله. هذول مهجن يسامن 920 خرفان الله يوفقه ما شاء الله تبارك الله. حري خرفان يسامن 770 يقول اعمارنا الرجال بحدود 3 شهور الله يوفقه ويرزقه ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله هذه الحريات كل واحده معها ولد يسامن 1180 الله يبارك له ويزود له ان شاء الله. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقنا وياه ما شاء الله. هذه كلها انواع حري. كم العدد كله بسيارتين؟ 24. يسامن كم طال عمرك؟ 870 يسامن الله يوفقه ويرزقه ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذه جذعان نعيم ما شاء الله سامن 1130 الله يبارك له ما شاء الله يطرح بين البركه ويزود له ان شاء الله.
هذول مجموعه كيوس وجفارس من 710. الله يوفقه يا رزق. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هذا لأني جدي سامن على 900 ما شاء الله أرخال ما شاء الله. والعنز كم سام خوي؟ والعنز مع ولد ها؟ مع ولد سام 1270. الله يبارك له ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذه نعيمي ما شاء الله كلها خلفان دومنا الجذعاني سامن 1080. الله يوفقه ويزود له إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذول النجد يسامن 770. خروفين؟ خروفين ورخلتين. ورخلتين يسامن 770. الله يوفقه. ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقنا وياك. ما شاء الله هذول الأشياء يسامن 1100 الآن بالسيارة. الله يبارك فيك. كلها نجدي. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقنا وياك إن شاء الله. نص ما شاء الله هذول نجدي نصهم خرفان نصهم الخال. اعمار كم تقريبا؟ يمكن نقول 3 شهور. اعمار تقريبا يقول رجال 3 شهور سيمن 810. الله يوفقه كجمله طبعا. الله يبارك له ان شاء الله. الله يرزقه يزود له ويبارك له ان شاء الله. هذول كلهم حري سامن 1020. كم عددهم طال عمرك؟ عددهم 10. الله يبارك له ويزود له ان شاء الله ويوفقنا وياه ويفتح بابه ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذول الحري خرفان ورخال مع واحد مهجن يسامن 730. سامن 730. اعمار الرجال من يقول من تقريبا من 4 شهور اعمارهم. الله يوفقنا وياهم ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذا الحري كله خروف يسامن 1090. كم اعماره جفاب لولي؟ 6 شهور عليهم. ما شاء الله 6 شهور. الله يبارك لك ويرزقك ان شاء الله. وسع عليك دنيا واخره. اللهم صل على محمد. او لا هذا التيوس سامن 710 كلها من النوع السوري. التيوس 3 طبعا. ولا ابيض تقول كم طال عمرك؟ 900. سامن 900 وش نوعه برضه؟ سوري؟ اي نص برضه سوري ها؟ سبحان الله. اللي خالق وش اللي يميز عن السوري عن التيوس الثانية؟ والله انت مربي تيوس يعني؟ انا عندي هولندي اغلب شيء. يعني الافضل شيء بالتيوس الهولندي. إيه؟ افضل شيء. الهولندي الان رقم واحد. وش اللي يميزه عن التيوس الثانية؟ بس اغلبهم ناسي كل الناس لها صفة عشان الاذن طويلة. الاذن طويلة؟ لكن كبيع كانتاج 60 سنتي رفعوا سعر. كان بيع مثل كانتاج يعني صراحة تفرق بين الهولندي وعلى حد الشامي بالحليب. بالحليب؟ إيه؟ الهولندي يفرق بالحليب عن إيه؟ الباقي. إيه نعم. ويمكن برضه بالسعر يختلف. والسعر يختلف، اما كذبحة يفضلون السوري والعادي هذا. ايه لكن لانه الهولندي يعتبر مثل تقول من المزايين يعني. وهذا هو مزاين الحين هالشامي له ناس معينه. الهولندي له ناس معينه زي ما تقول مزاين صنف. نعم له ناس قليله بعد ترى. لكن نصيحتك انت اخوي للاخوان اللي بربي التوس وش اللي يختار منهم يربيه؟ والله انا ما اقدر اقول لانه خبره واحده هوايه. لا انت كتجربه عن تجربه. انا تجربتي مهجن هولندي في سوري. ايه مهجن هولندي مع سوري. تهجن يعني الاثنين ها؟ هذا دائما انتاجك يعني؟ ايه انا هذا لان لو بغيت للسوق ياخذ ذبح وان بغيت للزين وبغيت للجر وكل حاجه وزن. لان السوري يفرق وزن. السوري يفرق وزن كبر لحم. يفرق طول بس انه دق في دق. دقيقه الهولندي. الهولندي. اي لكن ذا يفرق السوري كلحم اكثر. السوري وزن ايه. كلحم لك والطعام انت جربتني انت. ها؟ ايضاً اللحم وشو؟ اللحم على الطعم اللي انت اكل. على البهارات قلوا على الطبخ. لا 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 على العلف. على العلف. وش ياكل؟ اكل واحد اكل عندك طابع عندك اكل واحد. اي نعم. بس الوزن يختلف. الوزن يختلف لكن بالنسبه لطعامة اللحم يختلف على حسب التعلفه. على حسب التعلفه. الله يعطيك العافيه. احد الاخوان حق اللي يعتبر مربي للتيوس المنوعه اللي هو السوري عنده المهجن بين سوري والهولندي وعنده هولندياته وعنده عادي. عادي عندك برضه عارضيات ها؟ الله يوفقك ان شاء الله يرزقك. تبي تحط تلفونك عادي يا اخوي؟ ها؟ حط تلفونك عادي. 05 00 00 00 00 26 26 08. هذا مربي التيوس اللي يبي من الانواع ذكرناها. عنده 3 انواع ذكرناها سوري وهولندي مهجن وعنده هولندي وعنده اللي هو العارضي التيس العارضي. طبعا رجال ممكن انه عندك كميه كبيره ولا قليله؟ والله الوقت الحالي انا باقي اقلل. اي نعم. إيه. كل نوع منه خليه عاد عندي شوي. الله يوفقك ان شاء الله ويرزقك يا اخوي ويعطيك العافيه. اسمه الكريم واسم الولد؟ ابو ابراهيم. ابو ابراهيم يعطيك العافيه ابو ابراهيم.
ما شاء الله هذه تيوس صومالية سامن على 400 الآن. الله يوفقهم ويرزقهم ما شاء الله تبارك الله. هذول المعزة ما شاء الله سامن 460 والرجال بايع عيالهم قبل شهر. الله يوفقه ويرزقه ويزود له إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقنا وياه. ما شاء الله هذول البهامي سامن 660 والصومالي ماسين ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقهم ويرزقهم.